اختك قالت عنك انه انت مصاحبه وقفشتك مع واحد. انت غالي قد كده اهو قد كده. الكلمتين اللي احب اعلق عليهم، لو اختي قالت في فيديو على البرنامج هنا ان ام عمر اني ثبت شرفي ولا ثبت عرضي، انا قسمت بالله ما حلها بالقانون. اختي اللي هي بنت ام وابويا، شوفي بنت ام وابويا، لو ثبت شرفي انا وثبت عرضي انا، انا ما حلها الا بالقانون. فهمتي؟ اي واحده في البرنامج كله من اوله لاخره تطلع لي فيديو لاختي وهي بتسبني في عرضي، تطلعني فيديو وهي بتسبني في عرضي. انا الحمد لله ما فيش فيديو طالع في البرنامج كله ان اختي بتسبني بعرضي. يبقى الكلام كان متالف والكلام كان مترتب، هو ده اللي معروف وهو ده اللي انا اقدر اقوله، عشان انا ما شفتش لاختي فيديو وهي بتسبني في عرضي وقسمت بايات الله وما بحلف كده. لو في فيديو في الابلكيشن اقول على اخره او البرنامج اقول على اخره ان اختي بنت امي وهي بتسبني في عرضي، انا قسمت بالله ما احلها الا بالقانون، ما احلها الا بالقانون. لكني انا ما شفتش فيديو لاختي انها بتسبني، انا شفت فيديو بيتقال ان اختك بتقول عليكي كده. لا انا اختي ما قالتش كده على فكره، اختي ما قالتش كده، وانا ما عنديش اصلا اخواتي يقدروا يقولوا كده. ليه؟ عشان اختي لو قالت كده هحاسبها بالقانون فورا على طول، ما عنديش كلام. بس انا ما شفتش فيديو لاختي بتسبني في عرضي.